وقد رأينا شرف المقاومة التي كانت تقاتل المجندين وتطلق سراح النساء والأطفال، ورأينا همجية الصهاينة الذين كانوا يقتلون النساء والأطفال، وقد قتلوا الأطفال والنساء في أرض غزة ولم يجابهوا المقاومين وجها لوجه ويدا بيد ورأسا لرأس. وهذا يستدعي من الأمة الإسلامية أن تقف خلف المقاومة الفلسطينية في غزة، لأنها قضية أمة، إنها قضية أمة، فلا بد أن نقف معهم بالدعاء، ونقف معهم بالمال، ونقف معهم بالكلمة والموقف، وندعو أيضا الحكومات العربية والإسلامية إلى رفع سقف المطالب والتصريحات، وأن لا تبقى مجرد تصريحات لقضايا إنسانية ومعابر إنسانية، إنها قضية وجود أو عدم وجود، وليست قضية عطف إنساني على ضحايا ماتوا فقط هكذا بهمجية الاستعمار، إنها قضية أرض سلبت من الأمة الإسلامية، ولا بد لهذه الأرض أن تسترد بسواعد الرجال. ننصر القضية الفلسطينية بالدعاء أولا، فإن سهام الليل لا تخطئ، والذي يقصر في الدعاء قد قصر في شيء موجود أوجده الله في يديه، فالدعاء هو أكبر الحيل وليس أقل الحيل، لأن الدعاء ترى أثره في أرض فلسطين في نصرة المقاومين، ترى أثر الدعاء في حماية المستضعفين، ترى أثر الدعاء في دفع الضر عنهم وفي جلب النصر لهم، فالدعاء هو سلاح المؤمن. ثم ننصرهم أيضا بالمال لمن وجد لذلك سبيلا، والسبيل والحمد لله موجود خاصة في الجزائر، فإنها تفتح قنوات كثيرة من أجل الدعم المالي، فالذي يبخل بماله قد تأخر عن نصرة إخوانه في هذا الظرف الحساس. وكذلك ننصرهم بالكلمة، برفع الوعي بأن هذه القضية قضيتنا جميعا. لو كانت مباراة في كرة قدم وسجل أحد اللاعبين هدفا أو نجحت الجزائر في كأس من الكؤوس، لخرج جميع الناس بالملايين إلى الشارع يعبرون عن فرحتهم وعن دعمهم للفريق، ولكن أين خروج الملايين لدعم هذا الفريق المقاوم الذي رد لنا كرامتنا ورفع رؤوسنا في أرض الإسراء والمعراج، الأرض المباركة؟ لابد من الموقف، ولا يقول أحد ماذا تفعل المواقف وماذا تفعل المسيرات،